أنا عبد الوهاب مسعود من مواليد عمان سنة 1963 مقيم في مدينة فيينا منذ منتصف الثمانينات حضرت إلى مدينة فيينا لإكمال دراستي الجامعية بعد عدة سنوات من إنهاء الدراسة والعمل بالمجال الحر التجارة فتحت سنة 2008 أول مشروع فني إلي كان يسمى صالة رئاتي جاليري من 2008 إلى 2018 كانت 10 سنوات قدمنا فيها عدة فنانين من عدة دول ونظمنا حوالي تقريباً 95 فعالية وقدمنا 500 فنان بهذا المكان. بداية أعمال الفنية كانت بترميم الأثاث القديم وهي كانت العمل كمنحوتات أو جزء من منحوتات فتحت أمامي الطريق وبعدين بديت بالرسم الأكريلي ومن بداية الطريق كان الحرف العربي له مكان بكل أعمالي. شاركت بعدة معارض محلية ودولية أهمها كان معرض قصة طفل. قصة طفل تم عرضه بعدة دول أوروبية وتم تسليم قصة طفل لجمعية قرى الأطفال بالأردن. كان التبرع مني للفت الانتباه لحياة أي طفل عانى بصغره. الخط العربي ما كانش هو الأساس بالنسبة إلي كجزء من أعمالي الفنية لكن الأهم كان إنه أجد هوية لعبد الوهاب كفنان عايش بالغربة وبده يقدم إشي متميز. الحرف العربي بصورته التقليدية كثير من الخطاطين تطرقوا للموضوع هذا. كان مهم بالنسبة إلي إنه أفرجي إشي جديد ففي جميع أعمالي حاولت إنه أدخل عناصر غير موجودة بأعمال أي فنانين تانين فوجدت بمخطوطات الإسلامية القديمة ملاذ إلي حاولت إنه أختزل بعض العناصر اللي موجودة فيها وأدخلها في الأعمال الفنية اللي بقدمها. أنا عايش في أوروبا مش كل المتفرجين على أعمالي هم من العرب الذين يفهمون اللغة العربية فكان لازم إنه أقدم إشي معاصر يبين الثقافة العربية يبين المخزون العلمي اللي كان موجود هو أساس لحياة لنفرض وحضارة العالم أجمع. بداية كل فنان دائما صعبة حتى تلاقي طريقك وحتى تلاقي التوجه اللي أنت حاب تفرجيه. أكبر مشكلة واجهتني في البداية إنه شو بدي أفرجي أنا؟ هل همي الوحيد إنه أرسم وأقلد ولا أكون عبد الوهاب الفنان المتميز؟ تم تأسيس مركز فيينا لفن الخط بشهر سبتمبر 2018 وكانت أول نشاط له هو معرض جماعي لفنانين جمعية فيينا للخط شارك فيه تقريباً 19 فنان. أي فنان إذا ما كانش عنده بصمته بالساحة الفنية ينقصه كثير يمكن ما يفرجيش النقص هذا لكن هو شعور داخلي عدم تقبل المحيط بعمل فنان دائما أمر صعب. بعالمنا العربي بصراحة أنا بعيد عن الساحة الفنية بعالمنا العربي دائما بحكي شغلة مهمة كن متميز بتوكل مش فقط بالفن بالمجال الفني بأي عمل إذا ما كنتش أنت متميز اليوم لساحة المنافسة
كبيرة جدا. وحاليا مع وجود وسائل الإعلام أو وسائل الإعلام الاجتماعية أو وسائل الإعلام التقليدية، المكان مفتوح للكل. إذا ما أظهرت فنك بهذه البلد بهذه البلد بهذه البلد، أنا حاليا بصراحة مقصر بوضع الدول العربية. اهتمامي بصراحة للعرض أعمالي بالدول الأوروبية لسهولة الأمر عليه. الأردن كبلد انولد فيها الواحد، درس فيها، ترعرع فيها، أهله موجودين فيها، صعب إنها تطلع من القلب. حالياً أنا مقيم إلي أكثر من 30 عام في الغربة. بتمنى دائماً إنه يكون إلي علاقة أقوى من العلاقة اللي موجودة حالياً بسبب بعد المسافة.